سلط الضوء من جديد حول مستقبل الاتحاد العام للعمال الجزائريين بعد 60 سنة من تأسيسه كتنظيم نقابي يصارع من أجل البقاء في ظل ميلاد نقابات مستقلة استقطبت القواعد العمالية. محمد سعداوي. 60 سنة مرت على تأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين، تنظيم نقابي عرف بمهادنته للحكومة واعتماده سياسة الحوار. وين قلنا له هددناه بالإضراب، راح نجمعوا اللجنة التنفيذية سياسة نجح بها في تحصيل أهم مطالب العمال بعيدا عن لغة الإضراب والاحتجاج. Que nos efforts entamés depuis fort longtemps et qu'il faut le répéter ont donné des résultats éloquents et qui sont encouragés par le cadre consensuel du dialogue. اللي حققناها خلال 60 سنة أننا كفاحنا والنضال ومطالبنا اللي كنا ننظر من أجلها قد تحققت. رفعنا الأجور لأكثر من 5 مرات. لكن المرحلة القادمة مرحلة حرجة اقتصاديا واجتماعيا، قد ترفع فيها مطالب من العمال، الأقرب لاحتضانها نقابات مستقلة نجحت في قلب الموازين. معطيات تجعل لوجيتيا مطالبة بمراجعة خطابها. Pour annoncer devant vous la signature prochaine d'une convention avec les organisations patronales ici présentes consacrant les droits, les devoirs et la représentation syndicale des travailleurs salariés dans le secteur économique privé. الاتحاد العام للعمال الجزائريين كأكبر تنظيم نقابي بزخمه الثوري وبعد 60 سنة من تأسيسه يواجه اليوم معركة البقاء.